مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا انتوا وحبايبكم بخير وصحة وسعادة. ايه اللي بيحصل في لعبة نيوتن ده؟ كنت قلت في مراجعة اول 5 حلقات ان احلى حاجة في المسلسل اني فعلا مش عارف ايه اللي هيحصل في الحلقات الجاية، ولسه وصلنا للحلقة 10 وبرضه مش عارف ايه اللي هيحصل، ومبسوط جدا بده. ومع المقارنة بالاعمال التانية اللي بتتعرض دلوقتي، لعبة نيوتن ابتدى يشطح لقدام، يطير لبعيد علشان حاجة معينة، الشخصيات. شخصيات مركبة مش نمطية، غامضة، بتتحط في مواقف بتظهر لنا جوانب مختلفة من الشخصية دي، وده عجبني جدا اني احاول افهم سيكولوجية الشخصيات دي. وتعالوا نبتدي بشخصية سيد رجب بدري بيه، شخصية كلها غموض، واكيد الغموض هيتحل قريب وهنعرف كل حاجة عنه، بس الصراحة انا مستمتع بحالة الغموض اللي احنا فيها دلوقتي، مش عايزة حتى تتحل لانها كلها كلوز، دلائل كده تامر محسن حاططها لنا هنا وهناك خلال الحلقات، حتة طعم صغيرة كده، يا نلقطها يا ما نلقطهاش، وبتخلق اللي بيسموه بره فان ثيوريز، نظريات عن حياته. اول مره نسمع عنه في الحلقه الاولى لما شامبا يقول لمحمد ممدوح ان الارض اللي مأجرينها علشان المنحل اشتراها راجل مهم وغني وساكن في البيت الكبير اللي هناك ده، ويشاور بعيد ويبصوا على البيت من بعيد، فمن قبل ما تشوفه بتتزرع جوه دماغنا هيبته. اول ما نشوفه في الحلقه الثانيه هو في بيته وعنده حازم وشاهين وهو بيقطع خيار، ودايما في تركيز كبير جدا على اهميه الاكل الطبيعي الاورجانيك اللي ما فيهوش اي مكن او تدخل او هرمونات او مبيدات. الخيار طالع من الارض بروحه، هو اللي عامل الزبادي بايده، بيشرب بس من القله، في اي حته تحس ان جنب منه في قله. وفي المشهد ده نشوف قد ايه هو هادي، لكن بغزره واحده ببصه واحده يؤمر شاهين، فنشوف سلطته، ودايما مشغل مزيكا قديمه في بيته. جبروته بيبان من خلال شاهين دراعه اليمين اللي طبعا حازم شخصية محمد ممدوح بتموته باستخدام النحل. وفي اول الحلقة اللي بعديها الحلقة السادسة في الافون تتر بيدينا كلوز، دلائل عن هو مين. واضح عليه جدا انه زعلان على شاهين، تخش عليه صاحبته يقول لها شاهين سابني، وبعدين بكل حزن يقول لها ليه كل الناس بتسيبني، فتحضنه هي حاسة بيه، دليل ان في زي مأساة حصلت له، زي ما يكون اقرب الناس ليه سابوه. الموت حاجة شغلاه جدا، العزا الغريب السريالي والصوان اللي بينصبوا لشاهين ومفيهوش غيره ومحمد ممدوح تاني، زي ما قلت قبل كده كاني بتفرج على فيلم لديفيد لينش، ويقول له شاهين محظوظ انه مات ماتة طبيعية موتة اورجانيك. وفي زي تكة درامية حلوة قوي لما ياخد من محفظة محمد ممدوح 100 جنيه ويقول له دي دية شاهين. في الحلقة اللي قبليها لو تفتكروا شاهين حذر محمد ممدوح انه لو ملمش النحل بتاعه هيخلص عليه ومش هيبقى له دية، واتكى على الجملة دي دية، واللي حصل ان محمد ممدوح هو اللي دفع دية شاهين. بدر شخصية سيد رجب دي على طول عندها زهد في الحياة كده، ابتسامة راضية مريبة. في الاول كنت فاكر انه بيمثلها على محمد ممدوح علشان يرعبه، لكن مع الوقت اعتقد انه فعلا زاهد في الدنيا، روحاني، في حاجة غيرت نظرته للحياة. ايه هي بقى؟ والتفكير في الموت دايما على باله، بيلاعب حازم شطرنج في بيته، ولما حازم يقول له الوزير يقول له مش مهم، حرق العسكري علشان يبقى وزير. قصده ايه؟ هل شاهين كان الوزير ودلوقتي لما مات هيرقي عسكري تاني راجل من رجالته يعني عشان يستبدله يبقى الوزير؟ هل حازم هو العسكري اللي هيبقى الوزير لانه هيشتغل تحت طوعه؟ ويقول له شاهين برضو كان دايما بيكسبه في الشطرنج، الا اخر مرة بدر هو اللي كسب شاهين، تفتكر دي علامة انه هيموت؟ ويحكي له برضو وهم في العربية بيسمعوا اسمهان عن قصة اسمهان، انها اتولدت في مركب في البحر وماتت غرقانة، وان 4 سنين قبل ما تموت عدت على المكان اللي ماتت فيه. كلام يعني يركزوا فيه، مكتوب لسبب مش دردشة وخلاص، محطوط عشان يدينا دلائل معينة عنه، عن السر اللي جواه. وفي العربية برضو معلق خرطوشة فرعوني، تامر محسن ركز عليها بكلوس اب، هل ده دليل؟ اللي يعرف الخرطوشة بتقول ايه يعني، لو في عالم مصريات معانا في الفانز هنا ياريت يقول لنا. المشهد موجود في الحلقة السادسة، والراجل ابو عين واحده اللي بيتفق معاه على حاجه ما بنسمعهاش لما يروح عشان يزوروا شامبا في المستشفى، وبعدين نفس الراجل ابو عين واحده ده يجي يزوره في الحفله اللي في بيته، كلها الغاز. وفي مشهد تاني يتكلم برضو عن الموت وهو ماشي مع حازم في الارض بتاعته، ويقول له ان كل حاجه بيزرعها لازم تبقى طبيعيه 100%، حتى لو ده معناه ان نص الثمار بتموت. يقول له حكمته، ثمره تموت علشان ثمره تعيش في ابهى صوره. الموت، التضحية، في موضوع كبير جدا في عالم بدر يعني هيبان، بس انا مستمتع بالبحث عنه لحد دلوقتي.
بنعرف اكتر بعد كده من الحفلة وكلام الناس لما ندى تقوله انه اتغير من ساعة حوار نور، وفين في الحلقة 10 نعرف ان نور دي بنته، ونعرف برضو من الحفلة انه كان رجل صناعة، كان استاذ جيله وبيشتغل 18 ساعة في اليوم. طب ايه اللي حصل؟ وفي الحفلة واحد اسمه نبيل وهما الاتنين بيبصوا على صاحبته ويقوله الفرصة دلوقتي، فيرد بدر ده مش قراري، الطريقة اللي ماشيين عليها مريحاها. فنبيل يرد عليه يقوله ده ملوش اي اساس علمي. في انتريج كده، تساؤلات، وانا مستمتع بالتساؤلات دي، مستمتع بمحاولة فهم اللغز. واخيرا نعرف هو عايز محمد ممدوح ليه، انه يخلي النحل يرعى على زهرة الافيون. طب برضو ليه؟ هل مثلا زي ما في بره مثلا ناس بتستخدم الزيت بتاع زهرة الكنبس اللي هي المروانة في علاج الآلام وبيتباع كمسكن وعلاج، هل عسل الأفيون نفس الفكرة؟ هل محتاجه علشان يعالج ويداوي حد؟ هل هيداوي بيه نور؟ ممكن دي نظرية، يمكن هو مش راجل عصابات. لكن برضو طب ايه العنف اللي شفناه منه من خلال راجل شاهين؟ يعني انا عجباني التساؤلات والفان ثيوريز دي، وعجبني اكتر ازاي مفروشة على 10 حلقات لحد دلوقتي. شخصية تانية حواليها غموض هي شخصية مؤنس، شخصية محمد فراج. أول ظهور ليه نازل من عربية سودا كبيرة داخل سجن زي سجون جوانتانامو وبينطق مسجون الشهادة. ده الانترودكشن، يعني ده العالم اللي هو عنده أكسس، عنده دخل ليه. أعتقد قال إنه محامي دولي، وهو برضه رجل أعمال عنده بيزنس كبير وعنده سوبر ماركت كبير في مصر، عليه كذا علامة استفهام. وزي ما سيد رجب أكتر سمة شايفينها فيه في لبسه وفي طريقة ومحتوى كلامه هي الروحانية دي، ففراج اكتر سمة فيه هي الغرور، عامل زي الثعلب المكار المغرور. في مشهد حلو قوي هو بيبص على نفسه في المراية، مغرور بجسمه، بيسرح دقنه ومبسوط بشكله في المراية ويحط كلونيا. الايمج اللي بيفكرني بيها دي زي في الكرتونز كده، الثعلب الخبيث المغرور، وبيتكلم بسهتانة كده لحد اللحظة اللي حد ما يحترموش فيها او ما يرديش غروره، يقوم قالب عليه على طول ونشوف وشه الحقيقي، زي ما قلب على زي لما طنشه في بيته فتهجم عليه وهدده، كله الا انك ما تعملش اعتبار لغروره. علاقته بمنى زكي علاقه مثيره جدا، حبه ليها غريب جدا وجاب بسرعه قوي، زي ما يكون حب تملك، انا هنقذك وهحبك وانت تحمدي ربنا وتحبيني. ودراميا بقى فاكرين ازاي قلنا اهميه شو دون تل، ان انت يعني اكشف لنا الشخصيات بتفكر وتحس بايه من غير ما تقولها على طول. مشهد الصلاه ده مشهد يدرس اخراجيا وكتابه، كون انهم بدأوا الحلقه اعتقد التاسعه الافون تتر هي طلع من أوضة في بيت مؤنس ومراته الفجر وتصلي معاهم. اللي جاء في بالي في الأول إيه ده، هو اتجوزها ولا إيه؟ وبعدين قدام جوه الحلقة نشوف إن مراته سارة عزمت عليها تبات معاهم وإنهم بيصلوا الفجر مع بعض. ذكاء استخدام الأفون تتر، وإزاي ورونا بقى إن هو بيفكر فيها، إنه يتلخبط في الصلاة وينسى الآيات. فكرة حلوة قوي، نسيانه للآيات يوصل لنا إنه عقله في حتة تانية عشان هي وراه بتصلي وراه، عقله فيها. واتنفذت حلو قوي اخراجيا برضو، ارجعوا اتفرجوا عليها لو مهتمين بالاخراج، شوفوا حجم الكادرات وبيقطع امتى منه لمنى زكي لمراته للوايد للكلوز اب على وشه في الاخر وهي فلو وراه، شغل يعني مونتاج واخراج هايل. واخر مشهد في نفس الحلقه وهو بيقول لها او بيبوح لها بحبه، في شويه تمثيل برضو رهيب، ويورينا شخصيته المتحكمه المغروره. اول ما تدخل عليه من بره كنت فين؟ كنت مع مين؟ التملك، وده اكتر حاجه هي بتكرهها، التملك ده بالذات هي اللي كرهتها في حازم، انهم فاكرين نفسهم هما الاثنين سواء مؤنس او حازم فاكرين نفسهم اوصية عليها. هي بقى بتكره ده، الموتيفيشن لكل اللي بتعمله هو تحدي لده، والراجل الوحيد في المسلسل اللي بترتاح له هو زي، لانه مش مهتم خالص انه يمتلكها او يتحكم فيها. المشهد ده لما بيقول لها بحبك تمثيل هايل وبرده اخراج هايل، ولو عندي تعقيب واحد هو اني اعتقد كان هيبقى اقوى بكتير او اقوى لو ما كانش فيه مزيكا. الاداء والحوار واختيار الكادرات فعال قوي، ولحظات الصمت ما بينهم بعد ما يقولها بحبك وهي تبص له، لو ما كانش فيه مزيكا وفضلنا في الصمت ده اعتقد كانت هتبقى فعاله اكتر. ولما تسيبه ويقعد لوحده على الارض ويحط ايده على راسه برضو لو كانت في صمت مش مع مزيكا اعتقد كانت هتبقى اقوى. اما علاقه منى زكي ومحمد ممدوح هنا وحاتم فدي عماله تتكلكع بشكل غير طبيعي، بالرغم من مشهد جميل بينهم على التليفون في الحلقه 5 لما بتقوله ان البيبي ولد وهو يبكي من غير كنترول كده. في حاجه مؤثره جدا لما تشوف راجل ضخم بيبكي من العاطفه، الجنتل جاينت. علاقتهم كانت حلوه قوي في المشهد ده، لكن عماله تتكلكع في الحلقات اللي جايه، والميس كوميونيكيشن مشاكل التواصل بينهم عماله تزيد، الانسكيورتيز عدم الثقه اللي جواه يخليه يشك فيها،
وده يخليها تتمرد عليه فما تردش عليه فيتنرفز اكتر فتعند اكتر. يعني لعبة نيوتن، ردود افعال الافعال عمالة تكبر وتكبر، شكلها مستحيل انها ترجع تاني للاول. واخيرا مشهد الولادة في اخر الحلقة العاشرة بيورينا ان منى زكي طاقة تمثيلية فريدة جدا، وهي مبرقة ومرعوبة will I die انا هموت، ولما ياخدوا البيبي الحضانة ويحاولوا يشرحوا لها فتصرخ مش فاهماكو مش فاهماكو، فظيعة فعلا، بتثبت انها من اهم واتقل الممثلات والفنانات المصريات. وتفاصيل بقى تانية سبليمنال كده يعني طول العشر حلقات كلهم، رسائل ضمنية لما ندى مثلا توقع العسل وهي بتشتريه من هنا وحازم، اوفر شادوينج زي النبوءة ان المستقبل مش مطمئن. الاوفر شادوينج ده موجود من اول حلقة خالص وهو بيطبع الفيزا، فاكرين في محل الطباعة والمكنة بتعطل وهي بتطبع الفيزا والراجل بتاع التصوير يقول له الحاجات دي قرف، اوفر شادوينج وتنبؤ ضمني كده من اول حلقة. وتفاصيل تانية بتاعت زن النحل اللي في ودن حازم، ده رمز بقى لتأنيب الضمير او لشاهين اللي قتله، حاسس ان الزنة دي هي اخر حاجة هنسمعها في المسلسل كله، اخر مشهد في اخر حلقة ساعة ما كل حاجة تتدمر او حتى لو كل حاجة تتصلح اخر حاجة اللي هنسمعها هي الزنة في ودنه وبعدين cut to black نقفل. المسلسل عمال يتعقد ويطرح اسئلة وحبكات اكتر، ايه حكاية الافون تتر اللي كان فيه ضابط بيتفرج على فيديو لنحل سكران، ده ايه ده كمان، ده بلوت ثيكنز. وفي شوت في التريلر اعتقد لمنى زكي متحجبة حجاب اسود، ايه اللي هيوصلها لده، هل مؤنس هيلاقي طريقة تبقى تحت طوعه، البيبي هيبقى كويس، ممدوح حازم هيعمل ايه مع صاحبة بدر، عسل الافيون ايه حكايته، اسئلة كتير ودي حاجة حلوة وهنشوف ونتناقش مع بعض في الحلقات اللي جاية. وانتوا قولولي برضو في الكومنتس ايه هي نظرياتكم، لو عندكم فان ثيوريز ايه اللي هيحصل او ايه حقيقة بدر وايه حقيقة مؤنس. اشكركم على متابعتكم، ما تنسوش تعملوا لو سمحتوا لايك وسبسكرايب على اليوتيوب وتابعوني برضو على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وشكرا تاني ونتقابل الحلقة الجاية، سلام.